أحسنت. قاعد أسجل أي بس هو تفكير نبدأ. حلو. تفضل يا أستاذ. يلا تفضل تفضل كمل. لا لا، أنت كنت قاعد تتكلم والاتصال انقطع. نسيت أقول إيه. بالنسبة للأرقام، يعني هو أنا أشوفه نفس الشيء، سواء ضغطت هاف راح يعطيك نص الفيرتكس اللي موجود، أو إنك تحط له هني رقم فوق تعطيه واحد أو اثنين، نفس الشيء نتيجة واحدة، أي في نتيجة النهاية. واحدة. أي نتيجة واحدة أنا أشوف، بس صح صح يمكن الناس يتعودون على الرقم وناس يتعودون على النظرة. الرقم يمكن تقلل الرقم أكثر من هيك. إيه جرب أيوه. جرب، بدك تشيل الأدابتيف أوه تايب، شيلها. دقيقة بس، بالغلط ضغط داينامكس تراجع. تمام، أشيل إيش؟ أدابتيف. أدابتيف شيلها، ارجعها 50%. هذه ايوه ايه بدك تقلل اكثر ايوه يعني. ايه الصوت مو واضح، معلش. ايوه وتشيل الهاف النص. تمام ايوه ورجع التارجت لاقل رقم ممكن. تمام. ايه هلا جرب لو زيري مش. زيري مش. اها اوه ممتاز ممتاز ممتاز، يعني سيمتريك حلو بعد، وبصراحة حلو. زين زيده 0.5، هو الحين 0.1، زيد 0.5، طيب زيرو هذا اللي بوينت بيعملوه فايف الالعاب بالجيمز، ايه هذا اللي روعة روعة روعة، حلو حتى اقل من هيك يعني. ممتاز. ابو نواف، هلا. بالنسبة لعدد البولي، انت ما تشيل همه. تدري ليش؟ اي، انت ما تشيل همه لانك تسوي ريتيبولوجي بعدين في المايا او نعم البرامج. نعم نعم صحيح صحيح تتحكم. نعم صح. يعني تتحكم ايوه اي يعني هنا عندنا سكالبينج، بس نطلع الشكل اللي نبيه. بالضبط ايوه صحيح صحيح صحيح. استمر استمر. ايوه اوكي. طيب الان هذا الديفايد، اوكي، هنا مرحله التفاصيل. هنا التفاصيل اللي انت تضيفها ما تروح عليك، ما في شيء اسمه داينامش تروح عليك التفاصيل. تمام ممتاز. نروح إلى جيومتري، تشوف هذا الديفايد. الآن لو ضغطنا ديفايد، الآن حنا الليفل الثاني. مش المفروض الديفايد يزيد عدد البير، عدد البوليجين، عدد ايوه هو البيرتل؟ زاد بس مش واضح مو واضح، هي ما شفته زاد. لا هو يعني بس اذا بتاكد بتلاقي في بقى في سموس وفي صح بوليجون كثير صح عدل عليه. صح اي اي صح. اي صغيرة صح. اوكي، يعني هذا المربع اللي واضح الاسود داخله هم في مربعات. اوقات بس اعمل له ريفريش للبوليجون. شو كان اسمه وين مكانه؟ اللي طلعت المش الواير فريم، شو كان اسمه ايوه، الاف اها تمام عيدة، اخذ تمام الديفايد الجديد. طيب اوكي، نشيل هذا. شوف شوف الان، ونواف التفاصيل، تلاحظ تفاصيل قوية. نعم نعم ها ابو نواف، اي نعم عدد بيرتكس تفاصيل قوية. كبير أيوة. هنا. ايوه 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 هنا الواحد يعني يضيف التفاصيل، يتعب هنا، على ليفل يتعب 2 على التفاصيل. على ليفل 3 انت ها ليفل اي 3 على ليفل، على ليفل 3. سبديفيجن 3. ايوه اوكي اوكي اي صحة وعافية يا ابو نواف. الو شلون شلون؟ اهلا 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 العلوي. السلام عليكم، كيف أهلا. حالكم؟ السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله. نتأسف على التأخير. لا يا مرحبا، حياك حياك. الصوت كأنه واطي، ثواني بس الصوت. شوف الألفة، خليك الألفة الصغيرة هنا. يا أستاذ مؤمن، سؤال لو سمحت. الله يبارك فيك، زاد فضلك. الآن في نقاط هنا وفي هنا هذا.
يعني بالنسبه للبرش هذه او مثلا هذا هل والدوت ما في فرق كثير، بس هو يعني الفري بيكونوا السامبل او عدد البرشات على الكيرف او على المشيه الواحده يكون اكثر شوي، بس هو نفس النتيجه. نعم فعلا كلام اخوي مؤمن فعلا بالضبط، ما فيها فرق. لكن اذا كانت كيرف، اذا كانت مثلا براش كيرف تقدر تتحكم بخصائصها تزيدها من الستروك نفسها. تمام. طيب شوفوا بنواف. نعم. شوف الحين يتضح لك انك انت محتاج تزيد الديفايد، اما انك تضغط هنا او تضغط كنترول دي عشان تزيد الديفايد، وتقدر تنزل بالديفايد شيفت بي. شوف ابو نواف ينفعك النزول بالديفايد في مرحله، مثلا انا بتحكم بالجمجمه بكبرها او اصغرها، بضبط الجمجمه تمام. يعني اذا انت جيت بتضغط الجمجمه، اذا كان مثلا خلي الضغط دي ارفع شوي، عدد الفيسات كثير راح يكون التحكم بهذا الشكل. نعم الافضل، ايوه الافضل انزل الافضل انزل شفت دي، اقلل عدد الفيسات وبسهوله. شوف كيف يعني بسهوله اقدر اتحكم هذا. نعم. ضبط الجمجمه في التحريكات بالوجه، يعني مثلا العين هذه بيقربها شوي، هنا تغيير بالملامح. الافضل انك تنزل بالديفايد بالليفل، تنزل الى ليفل اقل. نعم صحيح، عشان ياخذ اكبر كميه من الفيرتكس. ممتاز بالضبط. الان انا اضغط دي بس الحاله عشان اصعد الى اخر ليفل، اضغط كنترول دي الان زدت ليفل اكثر. الان يعني يعطيك مجال انك تظهر التفاصيل بشكل ادق، تفاصيل قويه جدا. شو مثال الخطوط هنا مثلا، شغال بتابلت نواف؟ انا شغال بالتابلت وبالريموت في نفس الوقت. الريموت هذا شنو؟ هاي الريموت اللي تحكم بالكونفست، اللي تحكم بالهذا يلفه يمين يسار. الريموت ابو نواف فيه 18 زر تمام. انت تحددهم؟ ايوه تقدر تحط فيه الشيفت والكنترول والالت، وتقدر تحط فيه اوامر ثانيه مثل هذه. شوف ممتاز فهمتك. ايوه جميع الاوامر وعندك، ويكبر البرش ويصغر البرش. ممتاز. لا افضل من التابلت كثير ومريح. ثانيا انت تقدر مثلا تريح جسمك كذا، ترجع ترتاح وتقعد تنحت بيد وحده. اي مريح كثير. حلو دقيقة تراجع. شوف أبو نواف، إذا ضغط كترول أنت بي الآن تبي تستخدم الماسك تمام؟ سوي تراجع. شوف إذا ضغط كترول تجي هنا وأنت ضغط الكترول ما تترك الكترول. تجي هنا وتختار أنواع التظليل. أيوه هذه كل واحدة طبعا على حسب الاحتياجات، ولكن هذه مناسبة في هذه الحالة. شوف أنا بحدد مثلا هذا، شوف كيف. تمام. طيب أنا بلغي هذا، أضغط على هذا وأخذ هذا زي البنت تقريبا. أسوي الغاء هذا يسوي، إذا سويت كترول يسوي ماسك تمام. إذا سويت كترول وألت صحيح يا شباب؟ جرب نشوف إيش هو كترول. أيوة كترول تمام سوي ديليت كترول. الماسك بس أيوة. على الانتنسيتي لو عاوز تكون دقيقة. تمام وين مكانها أستاذ؟ هذا؟ أيوة فوق، لما أنت عم ترسم
لما يكون اثنين ماسك 32 بيبقى في شفافيه لسه موجوده. تمام ده الحين موجود. طيب تمام على الانتنسيتي بده يدوس على الماسك على الانتنسيتي. ماما عطار صوتك ضعيف ما اسمع. ارفع صوتك. تمام صوت ضعيف. شوف ابو نواف. نعم ابو نواف شوف. أيوة ابو نواف ايوه شوف الان انا ضللت على هذا. انا ما بهذا. انا ابي التظليل يكون على الجسم كله بس اعكس الان. تمام كنترول تسحب كنت لا مو اسحب كنترول وضغط ضغطه برا واحده. ايوه يسوي انفير. ايوه السحب يلغي هذا. ايوه بالضبط حلو. مثلا تبي تبالغ اكثر تبي تبالغ اكثر يعني بالحدود مثلا تضيف عادي تضيف زين. اوكي انا خلصت الان زين. انا شنو اللي كنت بسويه؟ كنت بسوي مثلا هذا انفخ شوي. يعني كمثال هذا بس يعني نظرة كده سريعة عن موضوع الماسك. حلو. ولكن ترى بالنسبة للماسك تفاصيل كثير وكذا. حلو. لكن هذا مثال بسيط بس. حلو. لأن الوقت أصلا ما يساعد لأن هذه لا ما تقدر. مفهوم الماسك علشان يعني تستثني مكان الاسكان بس. لا أنا ما أقصد هذا بالوقت. أنا أقصد التفاصيل في الماسك. مو بس هذا المعلومة اللي أعطتك إياها. لا في تفاصيل كثيرة موضوع الماسك. إيه له تفاصيل كثيرة. يا أبو نواف الماسك له عدة خيارات يعني من خياراته تقدر تعدل مثلا في شكل الوضعية هذه الأنياب تقدر تحركها تقدر تسوي لها موف. يا نواف تقدر تحط لها جروبات تقدر تعزلها بالماسك. نعم. يا محمد علوي هلا. اعتقد انه موضوع مهم انكم تتكلموا على الماسك يعني. طيب. موضوع الماسك هو اللي يميز الزبرش فليش تستنوه يعني حتى لو هو ياخذ وقت بس. طبعا. مهم جدا احنا نفهمه عشان هو مهم جدا في الشغل. طيب اوكي نواف تتكلم عنه ولا انا اتكلم عنه؟ لا 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 انا ما اجي احسن منك يا محمد انت ما شاء الله استاذ. طيب اعطيني الشير. حاضر. لحظة خلصت نواف خلاص ولا شنو؟ لا بنرجع بس يبي يرجع بس يعطينا معلومات قيمة عن موضوع الماسك وبعدها أكمل الخطوات. أوكي أبو نواف الماسك له عدة خيارات. من خيارات الماسك أنك تقدر تسوي إذا سويت مثلا ماسك الحين أنتوا تعلمتوا الشورت كات في الزيبراش علمكم نواف على الماسك صح ولا لا؟ ليه كنترول وآلت. نعم ليه كنترول. نعم. وللماسك أيضا عدة براشات خاصة تمام؟ زي هذا البراش هذه تحدد لك تحديد حر. هذه آية هذه تحديد زي البن زي الرسم عفوا زي البن هنا بس لأن التابلت شوف عندي ما يشتغل ثواني. يا محمد التابلت عندك أعتقد أنك لازم تبدل السن تقول؟ ايه انت مختار ممكن التيبولوجي يا محمد. لا انا مختار شوف كنترول برش التيبولوجي ممكن شوف هذا كيرف بين انت مختار كيرف بين مش البينت بين كيرف مختار الكيرف بين ماسك مختار الماسك بين. العادي دقيقة لا ملاش هذه هاي تمام خلاص حليتها
كنت محدد على هذه بالخطأ على كيرف مود. إيه تمام تمام. مود هذا تحول لك الفراش نفسه حلو. إلى كيرفات. أوكي. حلو حلو حلو. تمام. خلينا أتراجع أوريكم. طيب الكيرف أنواع اللي هو الماسك عندك عدة أنواع براشات خاصة. منها التحديد الحر ومنها البن زي الرسم ترسم تحدد تخفض فعالية مثلا هذا الماسك تضغط كنترول مع ألت إيش يسوي يزيد يعني قوة الماسك تمام لكن إذا ضغط على كنترول نفسها وضغط هنا إيش يصير في سموث نعومة ايضا هذا السموت يكون بس على المنطقه اللي حددتها في طريقه ثانيه يستخدموها المحترفين انهم ما يستخدموا هذه الطريقه هذه العاديه في طريقه عندك هنا الماسك من قائمه ماسكينج تروح الشيء اسمه بلير ماسك تمام هذه ايش تسوي هذه خلينا بس اضغط يعني انت تقصد ان المتقدمين او المحترفين ما يستخدمون الشورت كت للماسك هذه شوف انا اللي اقصده انت كنت عم تعمله هو نفسه البلار والشارب ايوه بس هذه ايش الفرق ما بين الماسك العاديه اللي نستخدمها احنا البراش العادي هذا الماسك كذا التحديد الحر ونحط أيوة. ماسك ونسوي بعدين نخفض ريزوليوشن الماسك تمام زي كذا قصدي تمام تمام الحين الحده ايش الفرق ما بين هذه الاداه اللي هي البراش العاديه وما بين هذه نفسه البلار لا. اللي انت عامله والشاربن هو نفسه لا هو اختصار في فرق بقول لك يا مؤمن اخوي طيب اوكي اثبت لنا طيب اوكي تفضل شوف هذه انت لما تحدد تمام خليني احدد مثلا هذا اوكي هوني احدد بالبراش العاديه واسوي تنعيم اللي هو كنترول واضغط كليك يسار انعم بعدين ابغى اسوي مثلا روتيت او اي شيء اوكي خليني اعكس الماسك هنا تتأثر المنطقة اللي حددت عليها الماسك فقط يعني لو سويت مهما سويت من سموث لكن في قائمة بلير ماسك هذه قائمة بلير ماسك تتأثر المنطقة اللي سويت عليها ماسك واللي معزولة بالماسك يعني أوكي. المنطقة اللي ما فيها ماسك طيب أوكي طبق عشان نشوف المثال طيب أوكي هذا خليني بس اختار لكم شيء ثاني لان ما بيبي لان في ريزوليوشن عالي هنا مثلا كمثال اختار هذا سلندر اوكي طيب بنختار الماسك العادي اللي هو هذا ونسوي انحناء بسيط تمام احنا جربنا هذه الطريقة اوكي طيب نجي الآن للطريقة الثانية الطريقة الثانية تراجع ركز بس على التفاصيل اللي هنا فنفرض الحين مثلا نحرك نشوف كيف نسوي بالطريقة العادية هذه أوكي الحين نجرب الغير ماسك نسوي سلير شفت كيف الفرق تقدر تحليها إلى ما لا نهاية شفت الفرق تتأثر المنطقة اللي فيها الماسك والمنطقة اللي بدون ماسك يعني هنا الفرق لكن الطريقة العادية
لا تتأثر المنطقة بس اللي عليها ماسك، ما سويت لها سوفت. إيه بس سويت سوفت كبير أنت، عشان كذي أتوقع خذ المنطقة اللي اسمه. طيب خليني أرفع الريزوليوشن. يا الله ها. ها تمام. كم إحنا؟ طيب خلاص أوكي. يعني ما سويت. عم بس أنا ايه. عم. أوكي. أوكي. أوكي تنعيم صار بس بالنص. أوكي تمام. أوكي سويت. شوف كيف. شوف أوكي. هذه. ممتاز لأن التنعيم واضح، الماسك صاير البلوري صاير بالنص. أوكي تمام. لا هذا مش البلوري، البلور ماسك. لا هو مش البلور ماسك عادية. أي سوفت هو البلوري نفس السوفت بس بطريقة آلية. أوكي طقع البلوري ماسك، شوف قاعد يسوي بلوري أكثر. أيوة بس شوف كيف يتأثر هنا، يتأثر على هذه المنطقة وعلى هذه المنطقة. يعني الفيس أي. اللي قطع منها الماسك، يعني الفيس مثلاً هذا شوف هنا أنت لما تسوي ماسك بالطريقة العادية تمام أنت تأثر على هذه المنطقة، هذه المنطقة يصيبها حاجة بسيطة فقط ما تأثر كثير. يعني مهما سويت مهما سويت اللي هو خلينا شوف يجلس محافظ، لكن بعكس هذه خليني أسوي ماسك عشان تشوف. شوف كيف شفت النعومة ها ها اختفى بلور تلاشى بلور بلوري ايه آلي آلي بلور آلي تلاشى تلاشى. شوف لما تسوي انحناء ها يعني ما يبان في تكسرات. هنا الفرق عشان تعرف ما بين الطريقة العادية وما بين طريقة البلوري ماسك، وهذه معروفة هذه الماسك. طيب للماسك لها خواص، يعني أنا لو مثلا الماسك هذه بحطها في جروب بمجرد أني أحدد على المنطقة اللي أبغاها ماسك وأسوي لها قناع هذه مثلا أضغط كنترول كنترول دبليو كنترول دبليو حطها في جروب. أنا يعني من خلال أني حطيتها في جروب أقدر أعزلها ومن خلال الجروبات أقدر أفرد أقدر أسوي هارد سيرفيس أقدر أسوي كل شيء. يعني مثلا كمثال مثلا نسوي لكم أي شيء بثق الحين هو في جروب أسوي بثق عن طريق زي موديلر أختار مسافة زر المسافة وعلى كيو مش وأختار اللي هو بولي جروبس all عفوا بس ديليت نلغي ديفايد بس لان الريزوليوشن عالي لو خفضت انا بثواني اكثر دون نخفض كنترول دبليو دار الغي الديفايد. شوف من خلاله اقدر اسوي هارد سيرفس. كل ما سويت جروب يعني ماسك كل ما اقدر اسوي هارد سيرفس ثاني الى ما لا نهايه. يعني عرفنا ان الماسكات لها اشياء كثيره. طيب مثلا كمجسم انا اللي عندي هذا اللي اشتغل عليه الحين مجسم خلوني بس اوريكم هذا اوكي كمجسم مثلا ابغى اسوي عزل لهذه المنطقه عن طريق الماسك انا اقدر احافظ على المنطقة اللي بس أبغى أسوي عليها نحت، يعني منطقة الفم والأنف ما أبغى أسوي عليها نحت. يعني مهما كبرت البراش ومهما حاولت شوف تبقى إيش معزولة نعم. معزولة وما تتأثر فيها أبدا. فهذا يعني كثيرة كثيرة خصائص يعني لو بنشرحها في الماسك وفي هذا ما بتطول القائمة
اي يعني الماسك هو للعزل عشان تشتغل على أيوه. على نعم. الماسك نعم. يعني شوف حتى لو مثلا تبغى تضيف الحين مثلا زي هذا تضيف ايدج الحين بسوي انا مثلا خلونا نسوي مثلا قبعه بهذا البساطه طيب اظهر هنا ما في ايدج انا اقدر احط عن طريق الماسك ايدج اضافيه اللي هو لو رحت الى قائمه جيومتري من جيومتري اروح الى ايدج لوب ايدج لوب في خيار هنا يعطيك ايدج لوب ماسك اضغط عليه عندي علق ثواني ما اشتغل مع لير ما يشتغل لير لا 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 في عندي انا اللير هنا مفعلها انا اي هو قاعد خليني الغيها ما اشتغل خليني الغيها ديليت باك الحين بيشتغل عندك ما عليك بس لاني كنت مسوي ايش مسوي ليرات فيقول لي لو سمحت احذف الليرات وخلاص طيب الحين اروح القائمه الجيومتري من القائمه الجيومتري اروح لشيء اسمه ايدج لوب خلاص سوى لي ايدج انا من خلال هذا اقدر اسوي سويت العين ايدج لوب شوف هنا هنا قطع لي اياها شوف لو ركزت بهذه المنطقه هنا في ايدج ماشي شوف كيف قطع 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 على الماسك نعم يعني تسوي فيها عجائب الماسك تمام اوكي ايش الشيء الثاني اللي تبغون تعرفونه عن بس اوكي هذا الماسك اوكي تمام مفهوم ما ادري يرجع نواف يكمل ايوه نعطيها ها نواف استلم الشاشه يعطيك العافية محمد حبيبي نرجع الماسك له أهمية قصوى بصراحة أنا شفت يعني تكنيكات كثيرة أوكي شوف أبو نواف نعم شوف أنت الآن أنت الآن في مرحلة التفاصيل هلو. أنا للحين أنت ما جاوبت على سؤالي يعني أوكي. على تساؤلي مو سؤالي مو هذا ولكن تساؤل مالي يعني شن اللي خلاك انك انت يعني ابهرتني هذا السؤال شلون ابهرتني يعني هذا الحين انت قاعد تعطينا التكنيكس تبع الموديلينج والشورت كات والماسكينج والهذا حلو جميل ايوه جميل. تقدر ممكن اللي انا فهمت منك اني انا قاعد اعطيكم الان القليل من التولز يعني معلومات متواضعه من التولز ولكن من الجانب الفني ان صح التعبير شوف بكل بساطه انا اتوقع انه يعتمد على حاجتين يعني يعتمد اول شيء على طوله البال موجوده طوله يعني البال موجوده طوله البال بشكل مبالغ فيه يعني اقول لك يعني انا احيانا اجلس بصراحه انا اجلس احيانا 13 ساعه متواصله ما شاء الله ما شاء الله اي فاقول لك هو يحتاج طوله صدقتني يا ابو نواف عامل لي ولا لا شوف 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 لا 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 هو 10 دقائق الحين 10 دقائق عندنا نواف اوكي اوكي بختصر الموضوع يلا مو لحد درجه يا اوكي حسب اوكي حسب الممارسه أوكي. وحسب طبعا طبعا صح. اكيد في دخل اي نعم تمام 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 انا اتكلم على قدراتي او على امكانياتي بما اني مبتدئ بالضبط لا عادي انا كنت اقعد بال 20 ساعه تمام تمام ممتاز يعني نقعد كثير اوكي هو تقدر تقول زي فن الرسم وزي فن الانيميشن
قد ما لو مو حابة ما تقعد هالساعات، هذا القصد. نعم، قد ما تعطيه من الوقت العمل، قد ما تعطيه من الوقت، قد ما تطلع بنتيجة أقوى أفضل. نعم يعني شبيه إلى حد كبير من الانيميشن، صدقني يا نواف، شبيه إلى حد كبير من الانيميشن من الجانب الفني. طيب هذا شيء، هذا جزئية اللي هي طولة البال والصبر. الشيء الثاني يعتمد على، يعني يعتمد على، أتوقع على التركيز، على النباهة، على كذا. يعني تقدر تقول المحاكاة، قوة المحاكاة. عرفت كيف؟ يعني أنا عندي ممكن عندي قوة بالمحاكاة، يعني عندي رفرنس، عندي قوة بالمحاكاة. لا ما شاء الله عليك، تعرف تلقط التفاصيل بحذافيرة. أيوة، هذه ممكن الأشياء اللي ساعدت خلتني خلال وقت قليل. أيوة ممتاز. الموهبة لا يمكن أنك تقدر تعلم شخص على موهبة، لا يمكن. في شيء اسمه صقل موهبة، في شيء إنه عزز الموهبة، لكن أعلم موهبة بالكامل هذا ما أحد يقدر عليها، هذه من الله سبحانه. نعم. الآن مرحلة التفاصيل، المختصر مرحلة التفاصيل، مثل ما قلت لك، قد ما تتعب وكذا كذا، وانت عرفت الآلية، يعني قد ما تزيد الديفايد قد ما يعطيك تفاصيل أكثر، وشورت كت التنقل ما بين ليفل أقل وليفل أعلى. انتهيت من التفاصيل، خلصت. نجي للمرحلة الأخيرة. عفوا قبل المرحلة هذه، أنت خلصت خلاص، أنت الآن انتهيت، تفاصيل تمام، كل شيء تمام، هذا تصدر إلى مثلا إلى المايا أو أي برنامج مساعد بالريتيبولوجي. تمام؟ حلو. تمام ابن واخ؟ حلو. أوكي أنا صدرت إلى المايا. الآن أسوي طبعاً الأفضل أن إذا دخلت إلى المايا تخليه نظام إلمبك، أتوقع إلمبك يكون أخف. هو بي جي؟ إيه. لا إلمبك أو بي جي نفس الشيء. أيوه يكون أخف. الأو بي جي أيضاً يكون أخف ابن واخ؟ نفس الشيء. هو الخفة تعتمد على الفيرتكس، ما لها علاقة بنوع الملف. ما أدري، أنا أشوفهم يحولون إلى إلمبك. لا أشوف طالما بيروح مكان ثاني يعتمد، يعني الخفة على عدد الفيرتكس، ما لها علاقة نوع الملف، لأنك أنت بتدخله ما يعرفوا نوع الملف شنو هو، ما لها علاقة، هو يشوف الفيرتكس الموجود. لا صدقني شوف، صدقني انا لاحظت في فرق بين اني انا اصدر الاوبجكت بهذا الشكل، وبين اني بعد ما اصدره اروح احوله الى الامبك واسوي له امبور ثاني مره. خفه جدا، خفه يعني تحرك كذا بكل سهوله. اي ممكن ينظف الهيستوري، ممكن ينظف شغلات خطا بالفيرتكس مثلا، يسوي لك كلين اب. ممكن كلام هذا الشيء بيتعمل انه زي البروكسي تبع الفي ريم مثلا. لا هو ما يستعمل بروكسي الالمبيك شوف، طالما نزل فيرتكس خلاص. طيب ممكن خلينا نجربها. لا انا لاحظت انا شفت كورسات انجليزيه ولاحظتهم انهم يسوون الالمبيك اذا دخلوا للمايا يطلع خفيف، حتى هو يتكلم ويسوي الحركة هذه، يعني ما يكون في تعليق. الكاش بس خليني أقول لك، الآن أنت وديت للمايا، بعد ما تودي للمايا أنت تسوي له ريتيبولوجي. تمام؟ نعم. يعني أعيد من جديد الخطوة بشكل سريع عشان يستوعبون الشباب. أنا الآن هذا عندي الجسم، خلصت منه، أسوي له أسوي لها تصدير إلى المايا. تمام؟ نعم. الآن صار عندي نسخة على سطح المكتب. تمام؟ حلو. وهذه النسخة اللي موجودة على سطح المكتب أنا راح أحولها إلى لوبولي، والنسخة الهاي بولي هذه موجودة هنا تنتظر اللوبولي. تمام؟ أوكي، أنا سويت الريتيبولي بالمايا، خلص خلصت. بعد ما اسوي الريتوبولوجي اصدر المشروع الى سطح المكتب، وبعدين اسوي له امبورت. تمام؟ حلو. بعد ما تسوي الامبورت تخليهم بلايرات هنا بهذا الشكل، يعني الهاي بولي واللو بولي. ممتاز.
بعدين تجي الى مرحله البروجكشن. طبعا مرحله البروجكشن لها تفاصيل اكثر واكثر، ولكن هذه خطوات العمل بدون تفصيلها. اعطيتك خطوات العمل بدون تفصيل. حلو حلو ممتاز، هذا هو هذا هو صح هذا هو. نعم طيب هذا بكل بساطه. طيب شرحت لهم الادوات الجديده؟ لا انا وضحت لهم من البدايه اخوي محمد، قلت لهم بما انهم ينتظرون ميتنج ثاني مع اشرف. تمام. فلهذا قلت خلي الدرس جزئين، الجزء هذا بالمايا الاصدار القديم، والجزء ان شاء الله القادم المايا الاخير. الزيبرش تقصد؟ زيبرش. عفوا اي لا لاصق بالسان المايا، دائما اقول المايا. زين تمام حلو. خلاص اذا نشوف، نلتقي بكره او بعد بكره نكمل الجزء الثاني ان شاء الله. انا شوفوني اتاسف يعني ما حضرت الا في الاخير. لا بسيطه احنا انت اخوي محمد انت لا تروح، انا محتاجك الى الفجر يصير ميتنج ثاني وياك. يلا ماشي شباب، يلا نراكم على خير، يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. بس ابغى مؤمن العطار انا لو هو